Welcome to Double Like World. Once upon a time, in the year 2020, we faced incredible challenges. أحداث عظيمة. لكن إحنا الشباب همتنا أكبر من كل شيء. 2020 واجهناها بكل إصرار وعزيمة. Double Like. يا مساء الخير والنور والسرور عليكم مستمعينا ومشاهدي تلفزيون البحرين. ننطلق معكم في حلقة جديدة من دبل لايك، وأكيد دائما محاور ومواضيع جديدة، وهذه الساعة تجمعنا معكم من الحين لغاية الساعة 7. مساء الخير والأجواء الجميلة زميلي يونس. مساء النور والسعادة وحياة الله يا نيلة. مساء الخميس الونيس، ودائما وأبدا في برنامج دبل لايك الخميس خميس ممتع دائما مع ضيوفنا، مستمتعين معاهم بالأجواء الجميلة في ديسمبر الخير وديسمبر الأفراح وديسمبر المسرات عندنا في مملكة البحرين. أكيد طبعا، توني كنت بقول لك إنه خميس وويكند، واللي محلي إن الشوارع ما شاء الله بالزينة وبالأحمر والأبيض وزاين المملكة خلال هذا الشهر. أكيد نحتفل معكم بالأعياد الوطنية وشهر عزيز على قلوب كل البحرينيين والمقيمين داخل المملكة. ننطلق في حلقة جديدة ومحور جديد اليوم، نقدر نقول شبابي وممتع. اي نعم، بعد ما ننقل لكم تحيات طاقم البرنامج بنعرف من ضيوفنا اللي منورينا اليوم في استديو إذاعة البحرين. في البداية تقبلوا تحياتنا، تحيات نيل الرويعي ويونس العيد، المبدعين من الأعداد نور القاسمي، ياسمين مفيد، وهي الأنصاري، ثنائي الإخراج الإذاعي فاطمة جنبر، حمد بقيس، ومن الإخراج التلفزيوني المبدع يحييكم شريف عطا. هاي دبل لايك دبل لايك ارحم double like. مسي عليكم بالخير مشاهدي تلفزيون مملكة البحرين، وأكيد مسي بالخير على مستمعينا الكرام، مستمعي الأثيرين، أثير الإذاعة الشبابية 98.4 بالانضمام إلى إذاعة بحرين FM 93.3. إذن مستمرين معكم، وهذه الحلقة اللي نقدر احنا نعتبرها حلقة شبابية وقد تكون ملهمة لبعض الأطفال المهتمين في هذا الموضوع. رح نسمع هذه المقدمة عشان نعرف موضوع اليوم والضيوف الموجودين معنا داخل الاستديو. جروب مميز من اليوتيوبرز كونوا لهم قاعدة أخوية ومكانة شعبية بين أوساط المجتمعات. روح شبابية من الدرجة القوية بشخصياتهم المختلفة، أحلامهم المتنوعة، وقدراتهم المميزة. حجزوا مكانتهم في فضاء التواصل الافتراضي خاصة على منصة اليوتيوب مع وفرة الفلوقات وندرة الألفات الروحية. ضيوف حلقة اليوم أعضاء عائلة جوت اللي حازت على جوت القلوب. حيا الله من يانا. يا هلا يا هلا يا هلا ويا مرحبا وحي الله عائلة جوت، العائلة حيك الجميلة المميزة. عبد الرحمن فاروق مساء الخير. مساء النور السرور. يا هلا يا هلا ومرحبا فيك عبد الرحمن، ونمسي بالخير على عبد الله المالود. يا هلا ومرحبا. النور إن شاء الله نكمل بعد التلفزيون بشيء رهيب إن شاء الله. إن شاء الله ونزيد على النقاط اللي سجلناهم قبل شوية بالإذاعة. أكيد إحنا معاكم في ساعة حلوة نقدر نقول بنتكلم شوية عن اهتماماتكم وعن الألعاب الإلكترونية وعن الانطلاقة والبداية. عندكم قنوات في اليوتيوب، نبي نتكلم اليوم في محاور عدة إن شاء الله خلال هذه الساعة. نقول لكم حياكم الله ومنورين. عبد الرحمن لونج تايم. والله لونج تايم، بس الحمد لله الحمد لله، يعني زين على الأقل نشوفك بين سنة وسنة لأن الظاهر تختفي. أوكي أنت وصلت الرسالة. وصلت. زين نشوفك من سنة لسنة على الأقل قاعد نشوفك، يعني هو قاصدك يعني. أوكي لو نقدر نشوفك أكثر ما أنا يعني كنا تكسر مني. أوكي الله أعترف 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 كنت كله مشغول. جوت جيم قد كلمتني وقلت لك لا تحديات مين عتب عليك؟ يونس نجيب الفلا لازم. أي لازم لازم لازم. أعطاني هجم مرتدة. أهم شيء ما تسحبون يونس صوب الجيمينج والشغلات. لا هو جوا بس أهم شيء. خاف منك طاوة ولا لا؟
لا حساسيه فيني من الريش. لا المعلومات ناسفه عندنا ما شاء الله 4 طوابع. هذه الردود على فكره تعتبر يعني ردود اعلاميه ويقول لك في حساسيه بس يعني بس يتهرب من الجواب الحقيقي. لا لا بس اوكي اذا ما يعني ما يتخطفون وايد يعني قاعد الا خاطفتني كذي من بعيد مو والله. لا بتيك هجمات مرتده. لا هجمات مرتده تخاف منهم في الفله. على طار الهجمات المرتده ايش رايكم شي نسوي تحدي بس مو بالحين بس نتفق عليه مع نايله. نايله فنانه في لعبه من الالعاب. اوكي سوي تحدي بيننا اونلاين عبد الله وعبد الرحمن ونيله ويونس في شيء انا عارفه يعني نختار لعبه انا عارفها يعني مو وايد مع الموضوع يعني هي فنانه مثلا في الفيفا. اوكي هي صح وايد انا متاكد يعني انا مصدومه. حياكم الله ومنورين. قبل ما ننتقل حق الفاصل الجاي نبي نتكلم مع عبد الرحمن ونتكلم مع ايضا عبد الله يمكن اعضائكم او الفريق العائلة الجميلة تتكون مع عبد الرحمن فاروق عبد الله المالود أيضا عبد الله النعيمي عمر محمد صلاح وآدم من المملكة العربية السعودية. تكلم معاهم تحية لهم يستاهلون أكيد أكيد ترى راجعين لهم إحنا اليوم سوالف واللي على اللايف عندنا راديو بحرين الغالب يسأل وين باقي التيم صح إيه للأسف للأسف غير المنشغلين وغيره خبرونا أن الاستديو عشان التباعد الاجتماعي وغيره أيوة. والظروف الحالية ما بنقدر نستضيف الفريق كله 6 أعضاء هني في الاستديو وغيره عشان هاي الاحترازات الموجودة صحيح. بس أتوقع شباب ودهم يمثلون الجروب ويتكلمون عنه وعن الأشياء الموجودة بس للأسف ما قدروا. إن شاء الله في قادم الحلقات يكونون معنا إن شاء الله. عبد الرحمن في البداية أنا بنوضح حق السادة المستمعين وأيضا المشاهدين الكرام جوت هالعائلة الجميلة هذه متى بدت أول فكرة أبي بالديتيلز بالديتيلز اجتمعنا كنا احنا شباب ربع اصدقاء مع بعض كل واحد عنده قناته على اليوتيوب فكرنا قلنا زين بدل ما نسوي مجرد فريق نفس باقي الافرق الموجوده مجرد شباب يشتغلون مع بعض وينزلون اي فيديوهات وغيره ليش ما نسوي شيء مختلف انه يكون عندنا مكان واللي هو موجود حاليا عندنا يكون عندنا فيلا حرفيا كل واحد استديوه ومكان تصويره موجود قبلها طبعا كل واحد في بيتهم عنده غرفته يصور فيها يشتغل وبس من فترة لفترة لما نشوف بعض فقلنا أوكي عشان نشتغل حق هالشيء شنو لازم نسوي أول شيء لازم نكون فريق نشوف هل في جمهور حق الشيء هل في ناس مستعدين يشوفون 6 شباب يعيشون يومياتهم ويسوون تجارب وغيره مع بعض شفنا إن في إقبال عود على الموضوع قلنا حلو نبتدي ننتقل حق الخطوة اللي بعدها واللي بعدها لما الحمد لله حاليا عندنا فيلا كل غرفة فيها استوديو فيها مكان تسجيل مكان تصوير وغيره من الأشياء الحمد لله جدا. حلو يعني إحنا لما نتكلم عن الفريق من بدايتكم عبد الله مثل ما عرفنا كنتوا 6 هو في البداية هل صار في انسحاب بعض الأعضاء من فريق جوت بحرين وانضموا أشخاص جدد ويا ترى شو ممكن تكون الأسباب يعني إحنا نتكلم عن جيمينج وفريق متكاتف وأساسا مثل ما قال عبد الرحمن أنتوا أصدقاء هو عشان شنو اللي صار بالضبط هو عشان نكون في الصورة جروب جوت بعيد عن الجيمينج كل البعد الشباب الموجودين جيمرز وفلوغرز بس في جوت ننزل تقريبا شبه يوميات كذي بكل عفوية نطلع قدام الكاميرا كل يعني أكثر الأشياء اللي تطلع في جوت إذا مو 100% كلها ارتجال وهلو نخاطط بين بعضنا يعني شيء أفكار بالنسبة حق الشباب اللي انسحبوا ظروفهم أكيد يعني في النهاية يكون عندنا مخطط نمشي عليه في ناس يوافقهم هاي المخطط في ناس ما يوافقهم فيضطرون ينسحبون ونشوف احنا مثلا بالنسبة حق مثلا دخول آدم دخول عمر سبوكي كانوا إضافة لنا في نفس الوقت حسينا بيننا وبينهم انسجام حلو اي نعم لها السبب يعني صار لكن كلكم عائلة واحدة طبعا طبعا حتى الأعضاء اللي يمكن يطلعوا لازلنا أصدقاء معاهم وبالعكس ما بيننا وبينهم لك الخير صحيح بس مجرد هم عندهم انشغالات ثانية أهداف ثانية مخططات ثانية خلتهم يطلعون من الفريق أنا في النهاية أنتوا كعائلة واحدة أنتوا عائلة وتيم يعني عائلة وفريق ولكن أنا أحب كلمة العائلة لأن هي يعني مش يعني خلنا نقول مضمونها الاجتماعي بشكل أكبر لأنه يجمعكم مكان واحد وبينكم ترتيب معين فلربما الأعضاء السابقين تربطهم انشغالات خارجية وأنتوا عندكم مخططات بينكم أكيد. بين بعض فهذه الأريحية اللي بينكم أنا وايد حبيتها في الفريق وايد حبيتها لأن أنتوا يعني صريحين مع بعض دام يونس عند ارتباطات برا اي بادر والله يا الربع يعطيكم الصحة والعافية انا متابع لكم ولكن انا ما اقدر اكمل معاكم من ضمن المخططات
بالضبط. ودامك مو قادر تكمل معانا ويمكن مثلا خلينا نقول يمكن فقدت الشغف ان تكمل ويانا براحتك براحتك. في النهايه احنا حسبه اخوان صح. ما بينا كلام انك تعال اقعد جاملنا في كل يوم وتعال صور وكان ارتباط. فالله وياك والله يوفقك. الموضوع يعني اكبر من يوتيوب اساسا يعني نعم. احنا في النهايه عائله، سواء انت يعني انشغلت وكذا ممكن ما تكون مرتبط معانا في شغل نعم بس بالنهايه شباب يون الفيلا يقعدون معانا يعني احنا نتكلم عن مجموعه اعضاء يمكن تختلف الافكار فيما بينكم وطريقه أيوة المحتوى بالضبط. المعروض واكيد في تنويع. احنا بنتكلم عن المحتوى اللي تعرضونه من خلال جوت بحرين، ولكن راح نطلع هذا الفاصل وبعدها نرجع نكمل مع ضيوفنا الموجودين معنا داخل الاستديو عبد الرحمن فاروق وعبد الله المالود، ونكمل معكم من بعدها دبل لايك. على الرحب والساعة، ما زلنا متواصلين معكم مستمعي الأثيرين، أثير الإذاعة الشبابية 98.4 بالانضمام إلى إذاعة بحرين FM 93.3، ونمسي بالخير أكيد على مشاهدينا الكرام مشاهدي تلفزيون البحرين، وإحنا معاكم أيضا صوت صورة أيضا بعد مرنا زينة عائلة جوت من خلال حساب راديو بحرين في الانستغرام. ما شاء الله جمهوركم موجود معانا، وإحنا نحتفل اليوم معاكم موجودين معاكم في أجواء ديسمبر، فراح ومسرات ونعيش معاكم الأجواء الوطنية. جو حلو ها؟ جو حلو. جو حلو. ديسمبر وايد حلو شيء. صدق حقيقي. إنجازات وطنية، عندنا أفراح وشوارعنا شيء متزينة. الأمور كلها زينة. صحيح. إحنا في هالأجواء يعني إضافة إلى احتفالنا بالأعياد الوطنية والجو شتاء وحلو، فالواحد يحس يبي يتمشى يشوف شوارع البحرين الأعلام ترفرف والزينة والأجواء الحلوة هذه. إن شاء الله من بعد ما تخلصون أشون إحنا نخلص مبكر الساعة 7 نخلص. وتنطلقون في هالأجواء الحلوة. ولا عبد الرحمن شو الأجواء؟ أنا لسلمكم يدتي الله يحفظها ويخليها. الله يخلي لك يا. من أحلى الفترات في السنة عندها أجواء ديسمبر. الله. البرد ما يكون برد وفي نفس الوقت تموت على شيء اسمه ليتات. ليتات الشوارع خصوصا مناطق مثل الرفاع وغيره. كان عرس بالنسبه لها، كان يوم فرح عرس. بالنسبه لها فبس تروح توديها تشوف الليتات خلاص ستانس. تشوف الابتسامه على وجهها يعني سلام. اتوقع هاي شعورنا كلنا يعني كبحرينيين في شهر ديسمبر لما تشوف لازم تطلع يدتك قبل شوي حمام فيها الاجواء الحين مع هالاجواء ومع كورونا صار لي فتره ما شفتها مسكينه يعني وغيره خايف على صحتها وغيره الله يحفظها اذا هذه في فكره كذي الحين طرت على بالي فلوج عن كذي دام عزك يا وطن. انا في المحافظه الجنوبيه في احدى المناطق في ميت عيسى، وانا طالع مركبين دام عزك يا وطن، يبي لنا كذي فلوج. يبي لنا فلوج. احنا نحط هاي التزيينات، احنا نسوي منه من نفسنا في الفيلا. انا اتوقع انت وجودكم في العالم الالكتروني ما يخلي اي شيء صعب عليكم بالضبط يعني حتى لو احنا بنقيس انه هديه كذي ولا حفله صغيره للوطن ولا تعبير عن حب الوطن من خلال شغلات الكترونيه ممكن تسوونها، وحتى ابتكارات ومواهب ثانيه مثل الغناء وغيره ضروري لازم ننتظر. احنا في عندنا اسبوع قدام ننتظر جديدكم ان شاء الله في هذا الموضوع. احنا يعني قبل الفاصل يمكن عبد الرحمن تكلم عن نقطة المحتوى والتنويع. نبي نتكلم أكثر عن المحتوى اللي يعرض من خلال جوت بحرين وعن نقاط المخاطرة. قالوا لي إن عبد الرحمن يمكن أحيانا بعض الأشياء يخاطر ويجازف فيها، نوعية المحتوى اللي تقدمه وأثر على المتابعين بالنسبة لك، هل عبد الرحمن يشوف إن اليوم من الضروري يمثل شخصية وقدوة إيجابية بالنسبة للي يتابعونه من شباب وأطفال؟ طبعا هاي نقطة جدا 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 مهمة بالنسبة لي، ومو بس لي أنا، أتوقع لأي شخص في السوشيال ميديا. أنت بشكل عام لما تفكر تقول أوكي أنا مثلا محتواي أبي الهدف يكون حق هاي الفئة العمرية، معليش أنت هاي هدفك، بس في نفس الوقت أنت حط بالك إن من كل الفئات العمرية بيشوفونك، ويمكن اللي ينجذبون حق محتواك يكونون مثلا من فئة عمرية أصغر أو شيء. فأنت دائما 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 لازم تكون قدوة. يعني شايف أكثر من شخص في السوشيال ميديا مثلا يقول كلمات ما تصلح إنه يقولها أو أي شيء، وما ينتبه في باله إنه أوكي أنا المتابعيني كلهم مفروض أعمارهم هاي الفئة العمرية أو شيء، أو إنه لازم يكونوا كبار. فلما يسوي هاي الشيء متابعينه لا إراديا يبتلون يحسون إنه أوكي هاي إنسان يعني ما ودي أغلط عليه، بس إنه لما يبتدي يسوي هاي الأفعال وغيره يبتدون ما يأخذونك قدوة. أنا يعني ما قاعد أقول أبي الناس يأخذوني قدوة أو غيره، بس في نفس الوقت أحاول أكون أفضل قدوة. الشخص اللي مثلا
لو امي شافت محتواي او ابوي شاف محتواي يقول بالعكس هاي ولدي انا فخور فيه ما يحس انه اوه ولدي قاعد يحرجني او يكون منحرج من الشيء. جميل. عبد الله المالود، انا باخذ الجزء الثاني اليوم من تواجدكم على منصات التواصل الاجتماعي بشكل عام، تكلم على اليوتيوب، تكلم على تويتر، سناب والانستغرام، ولكن برجع حق اليوتيوب بشكل عام دامكم انتم متواجدين فيه كعائله جوت، وايضا بشكل شخصي من خلال حساباتكم الشخصيه. اليوم صارت هذه المنصات مدعاه للاستثمار، اليوم كنا نستثمر في الافكار، نستثمر في العقول، نستثمر بتواجد الشباب البحريني. شلون انعكست هذه الرؤيه على عبد الله المالود؟ انا بالنسبه لي يمكن الموضوع خصوصا في مخاطره، انا كنت اشتغل شغله سابقا وطلعت من هذه الشغلة ورحت إلى مجال اليوتيوب. يمكن أنا خاطرت وجازفت بشكل جدا كبير، بحيث أن دخلت يوتيوب أنا ما كان عندي مشتركين أساسا، حتى حزات تكلمت حمان قلت له بصور وياك مقطع كان مشهور، هو حزات كم كان عندك تذكر؟ ما أذكر والله. يمكن استغلك نوعا ما. كلمته قلت له حمان ضبطني شيء، شنو الشيء اللي أنا احتاجه وذي، فقال لي ضبط كذا عدل كذا. توكلنا على الله اشتغلنا الحمد لله وصلنا على ذي الشيء. مثل ما قلت بساعة فكرة الاستثمار حلوة حلوة، أنه بس لا توصل لمرحلة أنك تفكر في فلوس وتنسى شيء اسمه شغف، لأن الشغف هو حرفيا البترول والبنزين اللي حركك حق ذي النطاق حق ذي النظام. إيه، لكن متى ما يوقف الشغف أنت بتخف شوي. ممكن تترك أسبوع أسبوعين ما تبتدي تنزل. ليش؟ لأن أنا ما عندي الحافز اللي، فأنت لازم تحفز نفسك بين فترة والثانية، لازم تطور شغلك، لازم، والبني آدم بعد يتغير، أفكارك تغير، اهتماماته تتغير. فالاستثمار إذا بتستثمر فيه استثمر في شغفك أول شيء، أو الشغف يساوي فلوس عنه. وبس بضيف نقطة على كلامه، يعني اللي هي نقطة الشغف، شيء جدا جدا مهم، ويمكن وايد ناس ما يفكرون فيه. لما يفكرون في شغلة اليوتيوب يشوفونها أنه مجرد أنت شغلة تنزل فيديوهات حق المتابعين، ترفيه في ترفيه مستانس وتاخذ فلوس. بس نقطة الشغف جدا مهمة، لأن أنت في نهاية اليوم ما بتجيب مثلا، خلينا نقول نفس أي وظيفة ثانية، بتفتح الكمبيوتر بتنقل كم ملف بتطلع تاخذ راتبك وتمشي. لا، انت اذا ما عندك شغف للشيء اللي قاعد تسويه، في ابداع بالمثل، بالضبط، اذا ما عندك ابداع ما عندك شغف ما بتقدر تواصل، بتكره حياتك وانت قاعد تسوي شيء، بتحس روحك مغصوب وانت قاعد تسوي شيء. أيوة. وهالشيء بيكون واضح في فيديوهاتك، خصوصا ان احنا اليوم نتعامل مع متلقي صعب جدا، يعني صعب انك تجذبه، صعب انك تقدم له الماده اللي عنده الاستعداد يتابعها مره ويرجع لها مرتين ويظل مستمر انه يتابع هذا الشخص اللي قاعد يقدم له المحتوى. فانا اتوقع يعني صعب مساله انتقاء نوعيه المحتوى. بالضبط. نفس ما قلتي، جانب الابداع، دائما تبي تشوف محتوى تنتقيب بحذر، وفي نفس الوقت انها تحاول تبدع فيه، يكون عندك شغف انك تبدع فيه عشان تنفرد وتكون غير عن الباقي. وانتو منفردين ومتميزين على الباقي، واحنا ايضا متواصلين معاكم ومن خلال جمهوركم على 1-7-4-4-5-6 نستقبل اتصالات من داخل مملكة البحرين ومن خارجها على 0-9-7-3-1-7-4-4-5-6. من مملكة البحرين ننتقل معاكم الى محمد من دولة الامارات العربية المتحدة. محمد مساء الخير. استاهلون. الو مرحبا، مساك الله بالخير يا محمد. محمد يسمعنا؟ هلا حمان، اهلا وسهلا. خذ صوتك دائما ما ترد على يونس. لا عادي كله واحد. حيا الله عيال زايد. الحمد لله بخير، رسلمك. قل لنا محمد، عندك سؤال حق عبد الرحمن وعبد الله؟ عندي سؤال. تفضل محمد، تفضل. ادم وين؟ ادم للاسف هو طبعا الناس ما تعرفون عضو من اعضائنا في تيم جوت، للاسف في السعوديه، واخواننا في السعوديه اللي ودنا نروح لهم الحين قبل باكر، للاسف الناس ما تعرفون مع الاوضاع صعب انه وين او احنا نروح او شيء يعني، بس ان شاء الله اونلاين يتواصلون مع بعض. ايضا بدايه شهر يناير بنقول لهم هلا ومرحبا وحياهم الله. خلاص ما بقى شيء. في اي سؤال ثاني محمد؟ سمعت كريستيانو وميسي سنة 2021. اي شو المخطط في سنة؟ مخطط سنة 21. والله شكله مخططات سنة 2020 بناخذها بنحولها 21. ما ابدا نسوي شيء منهم. كنترول الت شيفت. اي بالضبط. ان
شاء الله المجال موجود في السنة الجاية ننجز أكثر ونحقق. مع أنها هذه كانت سنة بعد كان فيها إنجازات الحمد لله. عطت يعني الواحد مجال يفكر في الإنجازات اللي ممكن بالضبط. ينقلها معه والأشياء اللي ممكن يستغني عنها حتى. بالضبط. بس أتوقع من أهم الأهداف أسافر حلل أم السفر. هذا هدف نتفق عليه جميعا. ناخذ اتصال يوسف. مساك الله بالخير يا يوسف. مساك الله بالنور. أهلا وسهلا يوسف. السلام عليكم. عليكم السلام. شلونكم يا باقوت؟ يا هلا والله أبو يعقوب، شو أخبارك؟ يا هلا يوسف. زين الحمد لله. أنا يوسف. عندي سؤالين بس. سؤالين وبسولف معاكم شوي. سالف يوسف. مروق يوسف. سؤال أول، ليش سيد ما يعيش معاكم في الفيلا؟ زين طبعا ما أتوقع أنت تقدر تجاوب على السؤال. إيه بالنسبة حق سيد أخو عزيز ونتشرف فيه أكيد يكون ويانا في الفيلا، بس يعني قبل لا يصير فريق جوت في الأساس سيد كان معانا في فريق ثاني وما حب إنه يجي معانا في فريق جوت، فهو تقريبا اللي ما عجبته الفكرة. بس الحمد لله سيد يعني ما شاء الله مبدع ويعطي الصحة والعافية، الحين توه وصل 13 مليون مبارك له. ما شاء الله عليه. السلام لحق سيد، طبعا من اكبر قنوات الالعاب في الوطن العربي او اكبر قناة العاب في الوطن العربي وبحريني ما شاء الله نتشرف فيه ونفتخر فيه. سؤالك الثاني يوسف. سؤالي الثاني الله يسلمكم، ليش يعني في قناتكم جوت ما تنزلون وايد يعني عقب أسبوع أو يمكن شهر شيء كذي؟ هذه أتوقع النقطة بدينا فيها وبعدين غيرنا فيها. الناس ما تعرف، الناس ما قلت لك بدايتنا مساعة تكلمنا عنها في الإذاعة. فكرتنا كانت إن ننزل محتوى عفوي بسيط، ما في مونتاج كثير، ما في إنتاج كثير، شيء بسيط. بس مع الوقت بدينا نلاحظ إنه مو هاي الشيء اللي نبي. نبي شغلنا نوعا ما يتحول إلى شغل عادي. جودة عالية باختصار. نرفع جودة أعلى. بالضبط. نعم، يكون بروفيشنال أكثر. نعم. ياخذ وقت أكثر، ياخذ إعداد أكثر، ياخذ وقت في الشغل أكثر. يا سلام. فهاي الشيء اللي خلونا نفكر نقول أوكي ننزل حلقة في الأسبوع أو مثلا حلقتين في الشهر، ولا إن ننزل ثلاث حلقات في الأسبوع بجودة أقل. حلو، يعني ركزتوا على ان المحتوى والجوده تكون عاليه حتى لو اختفيتوا فتره طويله بعدها انتم تقدمون شيء جيد للمتلقي او الشخص اللي قاعد ينتظركم. اذا محاور عديده تنتظرنا في حلقه اليوم مع البعض من اعضاء جوت بحرين موجود معنا داخل استديو بحرين اف ام، نرجع نكمل معكم. يا هلا ومرحبا وحياكم الله مستمعي الاثيرين اثير الاذاعه الشبابيه 98.4 بالانضمام الى اذاعه بحرين اف ام 93.3. مشاهدين الكرام، مشاهدي تلفزيون مملكه البحرين، اليوم في ضيافه الابداع والشغف والافكار في المحتوى بشكل عام عائلة جوت، يا هلا ومرحبا وحياكم الله مره ثانيه. عبد الرحمن دلعنا في المقدمات لا. احنا نقدر نقول ان نوعا ما هذه الفقره اللي سمعتوا عنوانها قبل شوي، عنوانها اونلاين، بنتكلم فيها عن شخصياتكم داخل نطاق اليوتيوب وداخل نطاق الالعاب وعالم التكنولوجيا بشكل كامل. وابدي بسؤالي لك عبد الرحمن، اذا كان وجود اليوم عبد الرحمن كيوتيوبر، كشخص يعرض محتوى، شخص يشوفه آلاف الناس وقد يكون ملهم للبعض، قد يكون قدوة للبعض، شكل ضغوطات على عبد الرحمن الشاب اليوم؟ خلنا نقول هل شكل نوع من الضغط عليك في أنك تبتدي تغير بعض الصفات في شخصيتك، تبتدي تطور من نفسك في بعض الجوانب، تتراجع أو تستغني عن بعض الطباع الموجودة في عبد الرحمن عشان الأشخاص اللي قاعدين يتابعونك؟ أنا للأمانة متحير يعني نوعا ما في الجواب على هالسؤال، لأنه هو بين اي ولا للأمانة. اي ان في النهاية انا ابين شخصيتي نفس ما هي حق المتابعين وما اكون على طبيعتي وعفويتي ما تصنع اي شخصية، وبين ان اكيد غير فيني هاي الشيء. من شخص مثلا يمكن يطلع وايد، يطلع مع ربعه ويطلع طلعات وكشتات وغيره، الى شخص لا مثلا قاعد في البيت اكثر عشان يصور، عشان يفكر، عشان يقعد يعد حق الحلقات اللي يشتغل عليها. فهاي الشيء اكيد بيأثر على شخصيتي سواء ايجابيا ولا سلبا انا لحد الحين ما اعرف. بس في نفس الوقت يمكن نقطة ايجابية دائما احمد ربي عليها من يوتيوب، ان احب اجرب اشياء جديدة. احب عشان ان يكون في محتوى جديد، في محتوى ابداعي، اجرب اشياء يمكن عمري ما كنت بجربها. عبد الله بنروح حق اول فلوق لك، تذكره صح؟ ما بنقول اسمه. اي اول فلوق
اوكي عبد الرحمن عرفته؟ اول فلوج احاول اتذكر لانه اتذكر نقاط في البدايه. بلن اتوقع تخرجي من الجامعه اذا ما خاب ظني. قبله شويه قبله فيه فلوج؟ اي فيه فلوج، لكن انا باخذ ترضى زوجتك تصير يوتيوبر. اوه هاي اتوقع حلقه تسالني يمكن اسئله يعني. ايوه الاسئله يمكن السؤال شلون اليوم ممكن في نطاق العائله كلنا نتشارك الشغف والاهتمام ونوصل المحتوى اللي احنا نبيه مع العائله، لان اليوم انتم عائله واحده مكونه مجموعه من الشباب البحريني، ولكن عبد الله انت مرتبط بعائله اخرى، عائله اجتماعيه بزوج وعيال، بزوجه عفوا وعيال، ولكن نتكلم اليوم شلون ممكن العائله ممكن تشارك في في في, في اسهاماتك انت، او تكون عنصر مساند وليست يعني مشاركه العائله مثل بعض اليوتيوبرز او بعض المشاهير عنصر جذب او أيوة. ان اطلع عيالي عشان ياخذون مشاهدات او الى اخره. أيوة. شو ممكن تكون المشاركه الاجتماعيه مهمه في المحتوى؟ انا بالنسبه لي فاصلهم باختصار يعني فاصل عائلتي عائلتي وزوجتي وعيالي عن موضوع انه سوشيال ميديا ما سوشيال ميديا، لان في النهايه ولدي حن يمكن عمره سنتين ثلاث سنين يكبر يشوف شيء يمكن هو ما يبيه. اي فرضا عقب خلينا نقول 10 سنين عمره 13 يروح المدرسه انت فلان تعلان يمكن هذا الشيء هو ما يبي، فانا تارك له الحريه الشخصيه في هذا الموضوع، فما اتوقع ان في المستقبل ممكن ان ادخل ولدي في هذا المجال. بس يابر له في الالكترونيات والجيمينج. اي والله يحب يعني سمعك وشوفك. اي بس بعد هو توه صغير على هالسوالف يعني عمره 3 سنين بس يحب صدق، حتى امس قاعد اشوفه لاعبه يعني اعطى جير وشي يجرب روكت ليج لعبه سيير وشي مستانس بالسياره الحمراء بالسياره الزرقاء. اي بس مثل ما قلت لك انا ترك الحريه الشخصيه. يكبر اكيد بكون اول داعم له، اذا قرر انه يدخل هذا المجال بكون اول داعم له، اول حساب فن انا بفتح له. بس يكون فاتح شيء على درايه شنو المخاطر شنو الاشياء بتروح المدرسه شنو بيقولون لك شنو ما بيقولون لك. وطبعا الامور الاكاديميه لازم يكون فيها تمام، الجامعه ما جامعه وهاللون، والباقي اكيد حر. احنا هذا اللي دائما نحرص عليه واللي نحب نوصله اليوم بوجودكم كشباب بحريني ناجح مهتم في الالعاب الالكترونيه، ولكن انتم اساسا اهتميتوا في علمكم ودراستكم واثريتوا نفسكم في كثير من الجوانب غير اعتمادكم على اليوتيوب. دبل لايك دبل لايك كمل ارحب double like يا هلا ومرحبا وحياكم الله مستمعين الكرام ومشاهدينا ايضا، متواصلين مع عائلة جوت، متواصلين مع عبد الرحمن فاروق، ومتواصلين مع عبد الله المالود. يا هلا ومرحبا وحياكم الله، بنسولف معاكم على ما قالوا على موضوعنا احنا اليوم في ظل جائحة كورونا، وملتزمين احنا بالتدابير وملتزمين ايضا بالاجراءات، ولكن نتكلم عن المخططات اللي عندكم في 2021 صار عليها. انا عن نفسي يعني خلينا نقول لحد الحين ما سويت المخططات، عاده اسبوع اسبوعين قبل نهايه السنه اشوف شنو سويت اول شيء في 2020 في السنه اللي فاتت، وبعدين احط المخططات عشان تكون واقعيه نوعا ما. اعرف حزتها شنو بقدر اسوي شنو ما اقدر اسوي. بس كسنه 21 لا خلينا نتكلم على اليوم في ظل الاجراءات. احنا اليوم احنا كملتزمين شباب، انتم عندكم الجيمينج وعندكم الاونلاين، تاثرتوا انتم في الريفيوز في المشاركات في الحملات اللي تسوونها في التحديات اللي بينكم بين بعض، تاثرتوا شيء كجروب وكتيم؟ اكيد طبعا اكيد طبعا اتوقع يعني احنا كان عندنا مخططات ان يكون الشغل او الاشياء او الافكار اللي نسويها اساسا برا الفيلا برا البحرين. يعني في اشياء سويناها في البحرين وايد اشياء، يعني تقريبا كم احنا عندنا 4 مواسم كلها في البحرين، فقلنا ممكن نسوي شيء خارج البحرين وكذا، بس كورونا كورونا جت. لا وحتى كان عندنا مخططات داخل البحرين بس بسبت كورونا الله يبعدها عنا وعنكم تكنسلت
تكنسلت لان في النهايه ما نبي نسوي تجمعات، ما نبي نسوي اي شيء يسوي يبين حق الناس ان احنا مثلا مو مهتمين بسلامتنا او كرامه غيرنا. فحتى في اول ما بدت الجائحه وكان في قوانين وغيره على التباعد يعني حتى قعدنا نفكر احنا كشباب هل صح ان نصور مع بعض؟ كنا حتى نحسب نقول حق بعض الأعضاء هالحلقة أنتوا لا تيون، إحنا لأن مع المصور صرنا خمسة فلا تيون خلاص. يا سلام. فيعني الحمد لله ملتزمين بس طبعا في تغييرات توقع. طبعا وإحنا من التغييرات اللي حصلت علينا اليوم إن إحنا كان ودنا الفريق كله يكون موجود معنا داخل الاستديو، فش رايكم ناخذ عبد الله باتصال؟ عبد الله النعيمي مسي عليه بالخير. مفروض يويانا. مساك الله بالخير عبد الله. الله بالنور. يا هلا يا هلا ومرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام. منورين منورين بوجودك. لو ويانا بس لو ويانا. عبد الله لو انت وياهم كان بنسوي الشيء اللي انا وياك متفقين عليه بس ما مدانا. الله يستر. الحمد لله ان شاء الله في الايات. انا اول شيء حبيت اعتذر يعني صراحه يمكن الله ما تواجد مع الشباب بس حبيت اني على الاقل اتواجد معاكم لو باتصال. نور عليكم. نسي عليكم كم تواجدين معاكم على الاقل لو بالكلام ان شاء الله في المباراه الجايه انكم موجودين معنا. يمكن عبد الله احنا قبل اتصالك كنا نتكلم مع عبد الله وعبد الرحمن عن موضوع انه يمكن اليوم في ظل هذه الظروف اللي نعيشها ودخول كورونا علينا يمكن عيشنا في وضع محدود خلينا نقول ضمن احترازات واشتراطات معينه. شو اللي تغير بالنسبه حق جوت بحرين؟ شنو الخطط اللي تاجلت وممكن تنقلونها معكم الى 2021؟ للأمانة مفروض السؤال يكون شنو اللي ما تغير؟ سبحان الله يعني هذه السنة غيرت الكثير. إن شاء الله للأفضل يعني الإنسان يفكر بشكل إيجابي أكثر من بشكل سلبي. تعلمنا وايد أشياء مثل ما قالوا الشباب في بداية الحلقة. الصحة يعني صحة ما تتعوض. أكيد. في شيء علمنا وايد وايد أشياء هذه السنة انضباط وحذر. الحمد لله على كل العادات الجيده اللي اكتسبناها يمكن لو عما كنا غافلين عنها قبل. صدق كثير. عبد الله انا عندي يعني خبر بس ما اقدر اعلن على الهواء، انت لازم تعلن على الهواء اذا حاب. اذا حاب تقول انت شنو مخطط حق احتفالات اعياد مملكه البحرين. اذا انت مو بحاب بناخذك حلقه جايه نوعا ما غششته. اذا تبي تعطينا خبر حصري اقول لك من الشاكرين واحنا بنكون لك من الداعمين في البرنامج. انا وعدك ان شاء الله شيء جدا 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 قوي. مملكتنا تستاهل. قاعد اشتغل على شيء صار لي تقريبا اسبوعين. صحيح. وللامانه يعني كان مفترض ان اكون وياكم اليوم بس اليوم خلصت تصوير الساعة 5. صحيح. كلش ما مدواني بس ان شاء الله اذا نزلت الحلقة ما اقدر احرقها للاسف. ان شاء الله احنا من بعد الحلقة تكون موجود معنا داخل الاستديو عبد الله. عيونك بالعكس. ونتشرف فيك ويعطيك الف عافية وجهودكم دائما مقدرة. شكرا لك يا عبد الله. جهودكم انتم المقدرة. انا يعني الامانة متصل اشكركم. يمكن دي الشيء ما بيناه بشكل كلي بس للامانة وايد يعني ان استضافتكم تسليط الضوء على صانعين محتوى البحرينيين بشكل عام بشيء يعني لنا الكثير. يمكن احنا كصانعين محتوى مجتمعين في جوت نطوف ال 10 مليون متابع. نعم. بس ما تدرون ايش كثر يعني لنا استضافتكم كلامكم معانا هذا الشيء يعني لنا الكثير فحبيت اشكركم للامان. هذا من واجبنا اكيد والله يوفقكم جميعا كشباب بحريني في كافه المجالات وكل من زارنا داخل استديو دبل لايك لكم التوفيق جميعا. شكرا لك عبد الله. ناخذ اتصال اخر. سلوى الانصاري مساء الخير. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف الحال اختنا نيلة اخيونا؟ يا هلا ومرحبا. طيبين طيب حالك يا سلام. الله يخليكم. حماني كيف حالك؟ الحمد لله. شلون خالتي شخبارك؟ مالود كيف حالك؟ اهلا وسهلا خالتي شخبارك؟ عساك طيبه. منورين منورين ما شاء الله. نورك نورك الله يخليكم. والله بس بك انت متصله يعني بشيد ما شاء الله بجوت يعني وخاصه بغيت امزح البرنامج اللي سويتوه في رمضان اللي هو مساعدة متضرري كورونا. نعم. أدري إيش سميته وإيش سميته الحلقة. بنلعب للخير. بنلعب للخير. أيوة ما شاء الله الحلقة هذه كانت مميزة جدا. أنا طبعا تعرفت عليهم عن طريق بنتي يعني البرنامج هذا تعرفت عليه عن طريق بنتي تشوفهم دائما وأنا قاعدة أتابع معاها. فما شاء الله يعني إذا جهودكم توجهونها نحو يعني حلقات زي هذه صراحة كانت روعة الحلقة يعني ممتازة جدا. وبعد عندي ملاحظة ثانية
بعض الحلقات اللي كان فيها تعليم مهارات كانت الصراحة روعة، نفس اللي يعني علمكم واحد من المدربين شلون تصبغون الجدران وشلون تصبغون هذه، وبعدين صار سباق على عندنا حلقات وايد بهالشكل. ايوه يعني الحلقات اللي فيها تعلم مهارات روعة يعني، فيا ليت تركزون عليها فهي ممتازة، حتى يعني احنا الكبار نستمتع فيهم. نوعدت ان شاء الله ويعطيكم العافية، بارك الله فيكم. مشكورة. انا كان ودي والله بعد نسوي تحدي طبخي الرابع معاهم، سوينا 16,000,000,000 تحدي. لا مو باللي انت شفتوه، ولا مثلا عبد الله سيري تقول له شنو، لا 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 في انا كان ودي شيء هريس. لا والله انا كلش مالي في الطبخ، خلنا على تحدي اللعب في قاعد في قاعده قباقب مع لحم غنم. يا رجل انا صلاه بهامور. شوف هذه مشكله صادتنا في مور رمضان اللي قبله، اتوقع انه سوينا حلقه احنا نطبخ فطورنا بنفسنا. سهل فطور ما بلا شيء سهل، تقول اوكي شويه مقالي شويه هلو. لا 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 انا قلت لهم لا فطور يعني فطور من الزين. فطبعا مع ارشادات الوالده خطوه بخطوه، هي بروحها مشغوله قاعده تسوي الفطور وقاعده على راسها يمه بسوي مكبوس. زين حمان تعرف تسوي مكبوس؟ لا علميني من الالف للياء. فبس سويت لهم مكبوس وعجبهم مره، كانوا يعني يصير المالود مره عجبهم يعني تعلمته. والله كان شوي مالح شوي كبداية صايم يعني، فما اقدر اضبط البهار وغيره عندي عذر. هذه والله في تريكي والله الموضوع لجيت انت الصراحه. بس يعني كانت حلقه حلوه، حاولنا نطبخ طبخات قوية، وفي نفس الوقت الشباب اللي مثلا ما يحبون الطبخ ومو من اهتماماتهم الطبخ. انا كلش ما احب الطبخ والله، حاولنا نعطيهم اشياء بسيطة، مثلا يلا سوي لنا الفيمتو، سوي لنا عصير ليمون، وبعدها يجيب العيد في فيمتو وسلطة سويت تعطونا يجيب في العيد. طبعا الكنترول قاعد ينبهون علينا يقولون ترى وايد عندنا ضغط اتصالات، حتى ناخذ شوية اتصالات ونرجع لأسئلتنا بعد شوية. ناخذ حسين بشكل سريع، مساك الله بالخير حسين. يا هلا يا هلا ومرحبا فيك. بغيت أوصل سؤال لأستاذ عبد الرحمن. تفضل أستاذ حسين. حبيت أستفسر فيه، مرة فكرت أن تسوي فيديو، أن تسوي لأحد مثلا ستب نفس على دبل ستيشن أو تتعاون وياه في فيديو نفس كذي. والله مستقبلا ممكن، فكرة جدا حلوة. طبعا وصل سلامي حق علاء، معروف من أوائل اليوتيوبرز في الوطن العربي، بعد ما بقول صحيح. مجال جيمينج بس ما شاء الله عليه، حاليا عنده محلة طبعا وغيره. هو يحب يعطي للمجتمع وغيره الشباب وهالأشياء. فكرة أن أعطي أحد من المتابعين ستب كامل أو مثلا أجهزة بكل التفاصيل هذه، فكرة جدا حلوة. حلو. بس أفضل لو بسويها أسويها بطريقة أن تكون مسابقة، بحيث اللي يفوز يكون شخص فعلا يستحق هذه الأجهزة وهالأشياء، وفي نفس الوقت تكون أقوى جائزة له في نهاية المسابقة. حلو. جميل. حريصين احنا، حريصين عليكم. ولكن عندنا بعد الجنجل أو بعد الفاصل عندنا فقرة خطيرة، ونتكلم عقب الفقرة بنلعب للخير. متواصلين معاكم مستمعينا ومشاهدين الكرام. أكيد احنا مستمرين معكم مستمعينا ومشاهدي تلفزيون البحرين في هذه الحلقة من دبل لايك، وضيوفنا اللي معنا داخل الاستديو عبد الله المالود وعبد الرحمن فاروق. وصلنا للنهاية تقريبا، أو نقدر نقول باقي من وقتنا 10 دقائق، والفقرة الأخيرة مثل ما سمعتوا ما شاء الله الوقت فيكم بسرعة أمانة جدا سريع، فعلا احنا مستمتعين معكم. مثل ما سمعتوا اسم الفقرة قبل شوي، take it or leave it، أسئلة take it تجاوبون عليها، leave it تون سكب حق السؤال وتقدرون ما تجاوبون عليه. أوه. طبعا حسب النقاط اللي قبل شوية، take it تضاف النقاط، leave it ما لكم أي نقطة. بتتوزع الأسئلة سؤال سؤال. حلو حلو. فإذا ودك تجاوب take it leave it ما راح ننقل السؤال على طول، يتغير. جاهزين؟ تمام. بس الحين بنتفق بينكم، بدي بمين؟ أنا take it في كل الأسئلة من الحين. ناوي على الفوز، ناوي على الفوز. مش كذا نغير الأسئلة الموجودة. تبتلون بمين راحتكم؟ يلا تفضل حمان. حمان صوبك تدي؟ يلا عندك. يلا نقول أول سؤال، الألعاب الإلكترونية ما لها مساوئ أبدا، لا اجتماعية ولا صحية. تيكت تيكت تيكت. لا طبعا طبعا طبعا، أنا من أكثر الناس اللي أقول لو مفكر تدخل مجال يوتيوب أو مجرد تحب تلعب أو شيء، لازم دائما تلعب بعقلانية.
ما يصير تصير مدمن وتبقى في البيت طول الوقت وما تفتكر بدراستك أو شيء بس عشان لعبة وعشان مستواك يصير أفضل في لعبة. هاي شيء غلط، أنا ضده 100%. حتى صحتك النفسية تخترب لما تدمن على الألعاب وغيرها. عبد الله المولود، هناك حزازية بين اليوتيوبرز في البحرين من ناحية أخذ بعض الأفكار take it or leave it. ما أتوقع. أنا تيكت قلت لك كل الأسئلة. كلها تيكت. أي ما أتوقع. يعني أنا أقول لك أنا بمشي على نفسي وبسقطها على نفسي قبل أروح. ما أتوقع أن هذا الشيء موجود، بالعكس في في كوميونيكيشن، في تواصل، تبي ذي الفكرة أخذ هذه الفكرة. يعني خصوصا بيننا بين شباب جوت ما عندنا هذا الشيء بتاتا. تبي هذه الفكرة أخذها عندك، هاي الفكرة تصلح لك. هاي الفكرة تصلح لك أكثر ما تصلح لي. بالعكس ما في حساسية بتاتا. وحتى مع الشباب الباقيين يعني نتكلم عن ما شاء الله خيرة شباب وصلنا على المحتوى في البحرين، ما عندنا هذا الشيء بتاتا. جميل. مرة ثانية نرجع بسؤالنا حق عبد الرحمن، بقائي في اليوتيوب سيحقق أحلامي أكثر من مجال الهندسة؟ تيكت للأمانة نعم. يعني مجال الهندسة مجال اللي تخصصت فيه وتخرجت منه من الجامعة، بس للأمانة لما شفت مجال العمل في مجال الهندسة المعمارية حسيت أن مجالي في اليوتيوب أمتع وأقدر أراكض وأبدع فيه أكثر. جميل. جميل عبد الله المولود، كل أسئلتك تيكت، فما راح أقول لك تيكت أور ليف إت من البداية. قدام إذا قررت عائلتي أني ما أكمل في مجال اليوتيوب راح أعلن انسحابي من جوت؟ لا أكيد لا. القرار دي قرار خروجي من جوت أو قرار أن أوقف أي شيء قرار شخصي بحت. يعني أنا خدت قرار أكبر منه واللي هو استقيل من شغلي أساسا. يعني كان شغلي موفر لي كل شيء تقريبا، إنزين مادي طبعا أتكلم، يعني مو أما الأمور المعنوية هي على صوب. بس هذه قرار شخصي بحت خاص فيني، لأن يعني أنا اللي أعرف شنو الأفضل حقي وحق عائلتي. جميل. نعم هذا السؤال ما أدري يمكن يكون ليفت. الله يحسن. تعبت على نفسي وايد عشان أشتهر لأني شقيق لعمر فاروق. للأمانة ودي أقول تيكت بعد هاي شيء أنا أبي أتكلم عنه. عمر فاروق أخوي ان اثر علي ايجابيا دائما. ما شاء الله عليه من بدايتي يمكن في اليوتيوب الى اليوم وانا دائما يلهمني ان ابدع وان اتطور وان اروح حق مجالات ما قد جربتها من قبل وان اجرب نفس ما عمر يجرب. جميل جدا. دائما نعم يساعدني. جميل. السؤال الأخير شكله من مخك عشان تورطني. لا هو حس فيك إني قاعد نبش على عبد الله. مشكلتك ما تورط عبد الله، يعني عبد الله مشكلتك مشكلتك على بلاطة إن شاء الله. يعني مو مشكلتك، المميز فيك إنك دائما وأبدا تيكت، يعني وهذا شيء حلو يعني منهاج في الحياة. راح أطور عائلة جوت إذا تخلوا من ثلاث أشياء، تيكت أور ليفت. تيكت شنو ثلاث اشياء؟ ما في اشياء. لا ما تورطني شيء يعني ليه ما تحطني في سؤال غلط. ليه راح اتخلى عن شباب جوت؟ لا ها راح اطور جوت اذا تخلوا عن ثلاث اشياء. ايوه لانه هو تيكت الحين السؤال. اي هو تقريبا السؤال غلط هو اساسا منه من نفسه هو سؤال غلط. هو نبي الاشياء يعني. اي خلينا نقول الاشياء الثلاثه اللي موجوده. ممكن الكسل في بعضنا، مو كل يعني اوكي. اي اوكي الكسل حلو. بشكل عام ترى ما طالعتني. ها انا ناطر فينا كلنا فينا كلنا عشان ما اقول اشخاص عن اشخاص. فينا كلنا ساعات وقت تصوير لا ما بي لا ما ذي. الجديه في بعض الحلقات حلو. ساعات انه من كثر ما تكون حلقه طويله في فترات الواحد مثلا يتعب خلاص وكذا. انزين النقطه الثالثه نفكر حق قدام، انه يمكن في ساعات يكون تفكيرنا حق شهر شهرين. لا احنا نبي نفكر حق 5 سنين قدام. جميل. حلو. بنختم معاكم في المحور الاخير اللي انتم كنتوا جزء من جهود مملكه البحرين اليوم بشكل عام، لان احنا كلنا ضمن فريق البحرين، فانتم اليوم طلعتوا بمبادره حلوه بنلعب للخير، وهي ما كانت الحمله الاولى، سبقتها حملات نبي نتكلم عليها قبل الختام او عنها عفوا. ايه باختصار بنلعب للخير حمله سويناها قبل 3 سنوات أو 4 سنوات. فكرتها من اسمها بنلعب، بنفتح بث مباشر نلعب فيه
ألعاب وغيره، وفي نفس الوقت الناس تستمتع، وفي نفس الوقت طبعا جمع تبرعات حق شيء للخير. فهالسنة طبعا مع الجائحة اللي كانت موجودة رحنا حق المتضررين بالكورونا، الحمد لله كانت حملة جدا جدا ناجحة وأضخم حملة سويناها لحد الحين. توقع المولود يقدر يسولف عنها أكثر بما أنه هو كان من أهم الناس فيها. إيه مدت وقتها بعد. إيه في البداية كانت 12 ساعة بلعب الخير رقم واحد، بلعب الخير رقم اثنين سويناها يوم، بلعب الخير ثلاثة الشباب راحة وحق يومين، وطبعا كان جدا جدا تعب. البعض ممكن يفكر أنه قاعدين ومبسطين كذي سوالف ولعب، لا كان جدا جدا تعب لدرجة أنه في نص البث رحت غرفتي بس كذي بس قد بقعد شوي رجعت 10 ساعات هلون بس شي قلت بس برأي يعني بقعد بس بقعد. صراحة كانت النهاية معبرة جدا، جم مجموعة التبرعات $100,000 الحمد لله رب الحمد العالمين. لله وكانت نهاية معبرة يعني أنا صحت في البث صراحة وجهشت حرفيا شو كلهم صاحوا بس اللي غطي واللي كذي، بس أنا ما قدرت أعود نفسي أمانة. من هالمنبر نشكر كل الناس و كل الشباب اللي شاركوا معانا في كل الحملات، في اسامي وايد في بالي يعطيهم الصحه والعافيه، وان شاء الله الجاي اكبر واكبر باذن الله تعالى. اكيد طبعا، والجميل انه كان بنلعب للخير، مسعاكم مهادف جدا وحققتوه في النهايه، وان شاء الله الى مزيد من المبادرات اللي نطلع انها هي العاب الكترونيه مو بس من باب المتعه مثل ما عرفنا من كلامكم اليوم، وانما فيها فائده كبيره وكثيره. شكرا لوجودكم معنا، نورتونا. كذي نختم معكم حلقه اليوم، وهابي ويكند. هابي ويكند بنلعب للخير، هذه كانت ختام اليوم إنجازات عائلة جوت في 2020 و 2021 مليئة بالإنجازات، ويكفينا فخر بأن احنا بحرينيين دائما وأبدا لا شك نسعى لرفعة اسم مملكتنا مملكة البحرين. نشوفكم الأحد القادم في أمان الله، مع السلامة.